والمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا من غزة أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ من التقرير الأخير والذي قال إن الموت في كل مكان، يعني اليوم 251، فكيف تتابعون الانتهاكات الإسرائيلية واستمرارها وكل ما يحدث من دمار وقتل الأرواح والأطفال والنساء؟ الأوضاع تزداد خطورة بمعنى الكلمة، باستمرار القصف على مختلف مناطق قطاع غزة واستهداف المنازل والمدنيين ونفس مربعات سكنية بأكملها على رؤوس سكنية، عائلات كاملة تباد من خلال هذا القصف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الجوع والعطش والمرض في إطار جريمة الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أيضا القيود التي يفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة. ذات معظم سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات القليلة المقدمة، بمعنى أن 2,300,000 نسمة يعيشون رهينا لهذه القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، التي ينخفض عدد الشاحنات التي تدخل يوما بعد يوم. نعم، غزة والشمال لها خصوصية في ظل هذا العدوان، ولكن أيضا المجاعة بدأت تنتشر بشكل واضح في جنوب ووسط قطاع غزة. هذا الأمر يمس ويهدد حياة الإنسان في قطاع غزة، وبشكل أخص عندما نتحدث عن الأطفال الذين الآن يعانون من سوء التغذية. نحن سجلنا أكثر من 5,000 حالة طفل يعانون من سوء تغذية شديدة، بالإضافة لباقي الأطفال. أيضا موضوع المياه والمياه للشرب والتي تناقص كمية إنتاجها بسبب التي يفرض الاحتلال على دخول الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات تحلية المياه، بالإضافة إلى ذلك أوضاع النزوح بشكل عام، ومعظم النازحين موجودين الآن في مراكز لواء مكتظة بالنازحين، بالإضافة إلى الخيام التي تنتشر في كل مكان طبعا، وهي غير صالحة بمعنى الكلمة للبقاء فيها مدة ساعات في ظل هذا البلد. سيد أمجد، نعم، يعني مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك منذ قليل كان قد يقول بأن الأطفال والنساء يأكلون الطحين وهو غير متوفر. إذن باعتبارك مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ما بيوسعكم أن تقدموه في هذه الظروف الصعبة حقيقة؟ يعني كل يوم تتناقص قدرتنا على التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية التي تزداد حدتها في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي متصاعد، وأيضا القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية، وأيضا على البنود وأصناف الطعام والأصناف أيضا الاحتياجات الأخرى. عندما نتحدث عن مثلا فقدان الخضار واللحوم وغيرها من المواد، يعني من فترة طويلة، كذلك طبعا لها تأثيراتها أيضا الوضع البيئي الكارثي. يعني نحن نقوم بتوزيع كميات المياه الاستخدام اليومي وإطلاق المياه الشرب، ولكن المواطن في أقصى الحالات يحصل على فقط لترين من مياه الشرب، وهي كمية قليلة في ظل هذه الأجواء الصيف القائم، وهذا طبعا ينعكس على الأطفال، يعني العطش سيد الموقف طبعا الآن. طبعا، وكذلك التلوث بمعنى عدم توفر المياه. بالفعل منظمة أونروا قالت منظمة الأونروا كان لها تصريح أنها تقول بأن 300,000 طن من النفايات لا يمكن التخلص منهم، وبالتالي هذا باب جديد للأوبئة والأمراض. بالفعل، وهناك بالإضافة إلى تكدس النفايات بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي بإيصال هذه النفايات إلى مكبات النفايات في المنطقة الشرقية لقطاع غزة، هناك طبعا الصرف الصحي الذي بكل ثمار الذي حصل على البنى التحتية في قطاع غزة، وكذلك طبعا أحد مناطق الوسطى التي لا تستطيع أن تستوعب هذا العدد الكبير للنازحين، في منطقة المواصي وهو منطقة قروية ويمثل مئات الآلاف من النازحين، فبالتالي
هناك انتشار لقنوات الصرف الصحي بين خيام النازحين، وهذا في ظل درجات الحرارة المرتفعة والاكتظاظ الكبير، هذا يعني ينذر بمخاطر كبيرة، وأيضا في ظل نفاذ طبعا كثير من أصناف الأدوية، هذا طبعا سيفاقم الوضع الصحي وبشكل أخص طبعا الحوامل للأطفال للمسنين للمرضى للجرحى. هناك يعني سؤال كبير، كثير الجرحى الذين يتم إخلاءهم من المستشفيات في ظل اكتظاظ كبير للجرحى والمرضى في المستشفيات، طبعا يتم إخلاءهم من الخيام، وهذا طبعا يتسبب في تلوث الجروح وتدهور أوضاعهم الصحية. نعم نحن نفقد حياة الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني ويتم دفنهم بصمت في ظل هذا الواقع الإنساني الصعب والمتدهور، وللأسف للأسف الشديد رغم كل الجهود التي تبذل منا ومن وكالات الأمم المتحدة ومن غيرها من المؤسسات، إلا أن الوضع يزداد سوءا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على كافة الأوجه وفشل المجتمع الدولي حتى الآن في الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان. ده حقيقي، أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من غزة أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.